السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غادي نخدمو إن شاء الله تمرين في المتتاليات العددية. في هذا التمرين عندنا جوج متتاليات، متتالية يعان والمتتالية ذا إن. ذا إن عندنا في هذا التمرين حسابية، كاين في هذا التمرين البرهان بالترجح، كاين دراسة رتابة المتتالية يعان ونستنتجو أن المتتالية يعان متقاربة، نبينو أن المتتالية ذا إن حسابية، نكتب تعبير ذا ان بدلالة ان ونستنتج تعبير يو ان بدلالة ان، ثم حساب نهاية المتتالية يو ان، وكاين حساب مجموع حدود متتابعة للمتتالية الحسابية ذا ان، ثم حساب نهاية هذا المجموع اس ان عندما يؤول ان الى زائد ما لا نهاية. المتتالية العددية يو ان اللي عندنا في هذا التمرين معرفة بما يلي: يو صفر كيساوي 4، هذا الحد الأول نتاع المتتالية يو ان، ولكل ان من ان عندنا يو ان بلس ان تساوي 5 يو ان ناقص 4 على يو ان زائد 1. هذه العلاقة الترجعية، وكتربط هنا ما بين الحدين المتتابعين يو ان ويو ان بلس ان. هذه العلاقة نستعملوها بزاف في التمرين، غادي نحتاجوها ملي نلقاو يو ان بلس ان نعوضوها ب 5 يو ان ناقص 4 على يو ان زائد 1. ندوزو للسؤال الأول. واحد ألف تحقق من أن يو ان بلس ان ناقص 2 تساوي 3 عامل يو ان ناقص 2 على يو ان زائد 1 لكل ان من ان. الجواب على هذا السؤال نكتبو ليكون ان من ان لدينا، ننطلقو من هذا الطرف الأول ونبقاو كنخدمو حتى نوصلو للطرف الثاني. نكتب يو ان بلس ان ناقص 2، نبدأ بتعويض يو ان بلس ان بخمسة يو ان ناقص 4 على يو ان زائد 1. ناقص 2، وحل المقامات، مقام واحد هو يو ان زائد 1، نكتب 5 يو ان ناقص 4 ناقص العدد 2 ضروف في المقام بين قوسين، غادي ننشر هذا التعبير. دونك 5 يو ان ناقص 4 ناقص 2 في يو ان ناقص 2 يو ان ناقص 2 في 1 هي ناقص 2، المقام يو ان زائد العدد 1 تساوي، ندوز للتبسيط نبسط التعبير اللي عندي في البسط، 5 يو ان ناقص 2 يو ان هي 3 يو ان ناقص 4 ناقص 2 هي ناقص 6 على يو ان زائد 1. غادي نشوف التعبير اللي خاصني نوصل له، هو 3 عامل يو ان ناقص 2، اذا يكفي نعمل هنا 3 باش نلقى التعبير اللي خاصني نلقى 3 عامل يو ان ناقص 2 على يو ان زائد 1. سؤال ب: بين بالترجح أن يو ان أكبر قطعا من 2 لكل ان من ان. في البرهان بالترجح كنبينو في الأول بأن هذه الخاصية صحيحة من أجل أصغر عنصر في المجموعة. عندنا هنا المجموعة ان، مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية، وأصغر عنصر في ان هو صفر، نكتبه من أجل ان كيساوي صفر، ونبينو أن يو صفر يعني الحد الأول للمتتاليات ليحقق هذه العلاقة، يعني نبينو يو صفر أكبر قطعا من 2. لدينا يو صفر كيساوي 4، إذا يو صفر أكبر من 2، من أجل ان يساوي صفر لدينا يو صفر كيساوي 4، إذا يو صفر أكبر قطعا من 2. نكتب ليكون ان من ان، وندوز للمرحلة الثانية اللي كنفترض فيها بأن هذه الخاصية صحيحة من أجل ان ونبينها صحيحة من أجل ان بلس ان. نفترض أن يو ان أكبر قطعا من 2، ونبين أن يو ان بلس ان أكبر قطعا كذلك من 2. باش نبينو يو ان بلس ان أكبر قطعا من 2، عموما كنديرو الفرق يو ان بلس ان ناقص 2 ونبينو الفرق موجب. هذا الفرق يو ان بلس ان ناقص 2 حسبناه بيناه في السؤال السابق، أنا كتبت لدينا حسب السؤال السابق يو ان بلس ان ناقص 2 بيناه كيساوي 3 عامل يو ان ناقص 2 على يو ان زائد 1. دابا خاصنا نبينو هذا الفرق موجب قطعا،
باش نقوله بأن يعين بلس أن تبقى من إثنان. باش نبينو هذا الفرق موجب قطعا كنخدمو الافتراض، ولدينا حسب الافتراض يو ان تبقى من إثنان. إذا نشوفو الإشارة ديال الوسط وديال المقام، يو ان أكبر قطعة من إثنان، إذا يو ان ناقص إثنان أكبر قطعة من الصفر. و بالنسبة للمقام يو ان عندنا زائد واحد، إذا زدنا واحد في الطرف ديال المتفاوتان زيدو حتى هنا واحد، وتعطينا يو ان بلس أن أكبر قطعة من إثنان زائد واحد هي ثلاثة، هذا أكبر قطعة من ثلاثة، إذا أكبر قطعة من الصفر. ثلاثة عدد حقيقي موجب قطعا، يو ان ناقص إثنان بيناها موجبة قطعا، نفس الشيء بالنسبة ليو ان زائد واحد موجب قطعا، إذا هذا الفرق موجب. أي يو ان بلس أن ناقص إثنان أكبر قطعا من الصفر، إذا إحنا بينا بأن يو ان بلس أن أكبر قطعا من إثنان. نكتب وبالتالي حسب مبدأ الترجح لكل ان من ان، يو ان أكبر قطعا من إثنان. سؤال إثنان ألف بين أن يو ان بلس ان ناقص يو ان كتساوي ناقص بين قوسين يو ان ناقص اثنان كل اس اثنان على يو ان زائد واحد لكل ان من ان. هذا السؤال نخدموه بحال سؤال الف، نكتبو ليكون ان من ان لدينا يو ان بلس ان ناقص يو ان، نعوضو يو ان بلس ان بخمسة يو ان ناقص اربعة على يو ان زائد واحد ناقص يو ان اللي عندنا، نوحدو المقامات البسطة يكون فيه خمسة يو ان ناقص أربعة ناقص يو ان نضربوها في المقام وبين قوسين، غادي نشرو هاد التعبير اللي في البسط، خمسة يو ان ناقص أربعة ناقص يو ان في يو ان، يو ان أس إثنان ناقص يو ان في واحد هي ناقص يو ان على يو ان زائد واحد. نبسطو التعبير، نبداو بناقص يو ان مربع، خمسة يو ان ناقص يو ان هي زائد أربعة يو ان ناقص أربعة على يو ان زائد واحد. هاد النوع تاع التمارين اللي فيهم متساوية، ملي كنطلق من واحد الطرف كنشوف الطرف الثاني كي داير الشكل نتاعو باش نحاول نوصل له. عندنا ناقص بين قوسين يو ان ناقص اثنان كل اس اثنان، اذا نعمل هنا بالناقص، الى عملت بالناقص غتكون هنا يو ان مربع زائد اربعة يو ان، غنغير لها الاشارة تولي ناقص اربعة يو ان، ناقص اربعة نغير لها الاشارة تولي زائد اربعة على يو ان زائد واحد، وهذيك اللي بين قوسين متطابقة هنا معروفة، ناقص يو ان اس اثنان ناقص اربعة يو ان زائد اربعة هي يو ان ناقص اثنان كل اس اثنان على يو ان زائد واحد. سؤال ب، ادرس رتابة المتتالية يو ان. بالنسبة للرتابة يو ان، إذا كان عندنا لكل ان من ان يو ان بلس ان أصغر من أو يساوي يو ان كتكون متتالية تزايدية، كان يو ان بلس ان أصغر من أو يساوي يو ان كتكون تزايدية، كانت يو ان بلس ان أكبر قطعا من يو ان كتكون يو ان تزايدية قطعا، وإذا كانت عندنا يو ان بلس ان أصغر من يو ان لكل ان من ان كتكون المتتالية يو ان تناقصية قطعا. حنا عموما كنحسبو الفرق يو ان بلس ان ناقص يو ان باش نقارنو هاد يو ان بلس ان مع يو ان. السؤال السابق بينا هذا الفرق يو ان بلس ان ناقص يو ان كيساوي ناقص بين قوسين يو ان ناقص اثنان كل مربع على يو ان زائد واحد، بقى لنا انا كتبت هنا حسب السؤال السابق، بقى لنا ندرسو الاشارة نتاع هذا الفرق.
باش نحددوا الإشارة لهذا الفرق كنستعملوا داكشي اللي بينا بالترجع، بينا أن يو ان أكبر قطعا من اثنان لكل ان من ان. نكتبها لدينا يو ان أكبر من اثنان لكل ان من ان. إذن نشوفوا الإشارة تاعها، بالنسبة ل يو ان ناقص اثنان لكل مربع، مربع معروف كيكون موجب، ولكن حنا عندنا يو ان أكبر قطعا من اثنان، معنى يو ان كيخالف اثنان، إذا كان يو ان كيخالف اثنان هذا كيخالف الصفر، إذا هذا كنكتب بأنه موجب قطعا. و ندوزو للمقام يو ان بلس ان، هذا بيناه قبيله موجب قطعا، زدنا واحد هنا وزدنا هنا واحد، يو ان بلس ان أكبر من ثلاثة أكبر من الصفر، موجب قطعا، موجب قطعا مع الإشارة تاع الناقص هذا غيرجع سالب قطعا. إذا نكتب أي يو ان بلس ان ناقص يو ان أصغر قطعا من الصفر، ومنه لكل ان من ان عندنا يو ان بلس ان أصغر قطعا من يو ان، عندنا هذه الحالة. إذا متتالية تاعنا تناقصية قطعا، نكتب إذا متتالية يو ان تناقصية قطعا. سؤال جيم، استنتج أن المتتالية يو ان متقاربة. باش نبينو يو ان متقاربة، إذا كانت تزايدية نزيدو معاها مكبورة، إذا كانت تناقصية نزيدو معاها مصغورة، نبينو العدد باش مصغورة ولا باش مكبورة. لدينا يو ان حنا المتتالية تاعنا بينها تناقصية قطعا، إذا نكتب لدينا يو ان متتالية تناقصية، تناقصية معها مصغورة ومصغورة، مصغورة بالعدد اثنان، لأن لكل ان من ان يو ان أكبر قطعا من اثنان، ومصغورة بالعدد اثنان. إذن هي متقاربة.